السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد وفي جديدة على قناتكم الطبخ كويزين دو صوفيا. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. قبل ما نبداو بوصفة اليوم صراحة بغيت نرحب بالناس اللي انضموا القناة سواء من داخل المغرب او من خارج المغرب، مرحبا بكم. وإذا كنتوا اول مرة كتشاهدوا هذا الفيديو فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وكثروا من لي لايك لي لايك لي لايك باش يوصل لعدد كبير من الناس. وصفة اليوم غتكون عبارة عن رز بالخضر ساهل اقتصادي، فما نطولش عليكم وندوزو المقادير وطريقة التحضير على بركة الله. بالنسبة للمكونات اللي عندي، فعندي هنايا زلافة ديال الروز غسلته مزيان حتى ولا الماء ديالو صافي، وخليته كيتسقطر في الشبكة حتى نشف. غادي نقربو لكم باش تشوفوا هذا الروز طويل، يعني الحبة طويلة. عندي هنا فلفلة حمراء مقطعة مربعات صغار، بصلة متوسطة حتى هي مقطعة مربعات رقيقة، فلفلة خضراء مقطعة مربعات، وعندي جلبانه. الا عندكم فلفله صفراء يمكن لكم تضيفوها. عندي قزبر ومعدنوس مقطعين، معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم. عندي واحد ضامه ديال الحوت وثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه، ومعلقه صغيره ديال الملح. عندي معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، ومعلقه صغيره ديال العطريه ديال الحوت. غادي نقرب لكم باش تشوفوها. هذه راه فيها الزعتر، فيها القشور ديال الكروفات مطحونين، فيها قزبر يابس مطحون، فيها السودانيه. انا الصراحه هذه غير شريتها هكا واجده، ما عرفتش يعني المكونات كاملين اللي فيها. الا ما عندكمش يمكن لكم تستغناو عليها. وعندي الزيت النباتيه وزيت الزيتون باش غادي نشحرو. غادي ناخذ الكوكوط، هذا الروز راه اكسبريس كيوجد غير في الكوكوط، كيجي المذاق ديالو بحال الطايله، كيجي زوين بزاف. غادي ندير تقريبا نص كاس ما بين الزيت النباتيه وزيت الزيتون. غادي نخليهم يسخنوا شويه، وغادي نضيف ليهم البصله مقطعه مربعات رقيقه، غادي نزيد عليها الفلفله خضراء وفلفله حمراء. هذا الروز هذا راه يمكن لكم ديروا فيه حتى الدجاج الا بغيتوا، يمكن لكم ديروا فيه الحوت، يعني بحكم اننا دابا دايرين الضامه ديال الحوت يمكن لكم ديروا فيه الكروفات الكالامار اللي بغيتوا. الا ما عندكمش تكتفيوا غير بالضامه ديال البنه، راه كتعطي مذاق زوين بزاف. غادي نضيف الفصوص ديال الثومه، وغادي نخلي كلشي كيتشحر مزيان حتى تطلق ليا ديك الثومه المذاق ديالها بالزيت. غادي نشحرهم غير شويه ماشي بزاف. بعد ما شحرتهم كيف ما كتشوفوا راه الفلفله حمراء طلقات ليا اللون في الزيت. غادي نضيف الضامه ديال الحوت، غادي نضيف التوابل ديال الحوت. يمكن لكم في هذه المرحله تزيدوا الكالامار والكروفيت الى عندكم، الا ما عندكمش راه غير الضويمه ديال الحوت كتعطي مذاق زوين بزاف. غادي نضيف هذاك الروز، وغادي نخلي كلشي مزيان كيتقلى. راه يمكن لكم تستعملوا فيه حتى الدجاج الا بغيتوا، غير ديروا القطع ديال الدجاج ديالكم في خيضات ولا جنيوحات ولا قطع ديال الصدر، وضيفوا معاهم ضامه ديال الدجاج. حتى الدجاج كيجي زوين بزاف، غير هو يعني بحكم الواحد كياكل الحوت بالنهار والدجاج، فبالليل كنبغيو نديروا شي حاجه اللي هي خفيفه، فنديروا غير بالخضره بحال هكا. غدا نضيف هذوك التوابل، غدا نزيد مركز الطماطم، وغادي نخلي كلشي كيتشحر مزيان حتى تلبس ليا داك الرز بالعطريه. وبعد ما تشحر لي الرز مع الخضره غادي نضيف الماء، يعني بحكم اني استعملت زلافه ديال الرز غادي نضيف جوج زلايف ديال الماء، يعني نفس الزلافه اللي عبرت بها الرز غادي نعبر بها الماء، يعني كل مقدار ديال الرز كنديروا الدوبل ديالو ديال الماء. غادي نخلط كل شيء مزيان، غادي نسد الكوكوط ديالي، وغادي نقص عليها العافيه، غادي نخليها طيب على خاطرها. مره غادي نبقاو نحركوا هذيك الكوكوط غير نحسوا بها صافي نشفات وما بقاش كيتحرك لينا داك الرز في الداخل،
غادي نعرفوا باللي الرز ديالنا راه وجد، راه كيطيب بالزربه. غادي نطفي عليه وغادي نخلي الصفاره ما نحيدهاش حتى تحيد من هذاك الهواء كامل اللي فيها والدفى، عادي ان شاء الله غادي ندوزو باش نقدموه في طبق التقديم. انا الصراحه هذا الفيديو راه ما كنتش ناويه نصوره لكم، بما اني وحلت في العشاء ما قلتش غادي ندير، فملي طاحت عليا الفكره بغيت نشاركها معكم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، راه سهله بزاف بدون لحوم بلا حتى حاجه بلا تماره وبالزربه كتوجد. غادي نخلي الكوكوط ديالي طيب وندوزو ان شاء الله باش نشوفو الطبق. ديال طبق اليوم اللي كان عباره عن رز بالخضر بدون لحوم بدون اسماك، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتشاركوا معايا النتيجه في التعاليق الجميله ديالكم، راه هي اللي كتشجعني وكتعطيني القوه باش نزيد لقدام. وكثروا ليا من لي لايك لي لايك باش يوصل الفيديو لعدد كبير من الناس. كيف ما كتشوفوا الرز ديالنا راه ما كيجيش معجن، يعني الحبه ديال الرز راه كيجيو مفرزين والبنه راها حاضره، غير جربوه صدقوني غادي يعجبكم بزاف. شكرا لكم على الدعم وشكرا لكم على التشجيع وشكرا لكم على المحبة، شكرا لكم على حسن المتابعة ايضا، وبسلام عليكم ونتلقاو في فيديو جديد ان شاء الله.